أهلا بكم. أثار موضوع لائحة الشباب يعني نقاشا كبيرا خلال الأسابيع الماضية بين من يدعو إلى إلغائها بمبرر اعتبارها سياسيا وبين من يدعو إلى الإبقاء عليها لأنها ساهمت في اشتراك الشباب داخل المؤسسات المنتخبة. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الدار البيضاء الأستاذ عبد العالي مستور رئيس منتدى المواطنة. تحية طيبة لك أستاذ عبد العالي مستور. بداية، لماذا هذا النقاش الدائم الآن حول لائحة الشباب ونحن على بعد أشهر معدودة من الانتخابات؟ أهلا. فعلا هذا سؤال يثار، لأنه الانتخابات المقبلة هي انتخابات من الأهمية بمكان، هي انتخابات لتتويج أولا أول ولاية سياسية من الدستور الجديد، كطرح مسؤولية كبرى على الدولة والمجتمع وعلى القوى السياسية والاجتماعية والمدنية في ترسيخ المسلسل الديمقراطي وترسيخ الإصلاحات الديمقراطية. وبالتالي مفروض أن أولى أولويات النقاش حول الانتخابات الآن هو تقوية وتطوير أولا الديمقراطية في هذه الانتخابات والشفافية والنزاهة ديالها، تقوية المضامين والمعايير السياسية ديالها، وتقوية التعبئة المجتمعية والانخراط المجتمعي في هذه الانتخابات. في هذا الإطار ملي كطرح هذه المسألة ديال اللائحة ديال 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 الشباب، فعلا كيبان باننا مره اخرى غنسقطوا في نفس الخطا ديال كنعالجوا قضايا جوهريه ومصيريه بالنسبه للديمقراطيه والتنميه في المغرب بمداخل جزئيه ونقاش جزئي. نعم، لكن بالمقابل استاذ عبد العالي مستور، رئيس الحكومه عبد الاله بن كيران اجتمع مؤخرا بشبيبات الاحزاب السياسيه وطمأنهم بخصوص الابقاء على لائحه الشباب. يعني كيف تنظرون الى تصريح رئيس الحكومه حول هذا الموضوع امام تصاعد مطالب بالغاء هذه اللائحه؟ لا، أولا يجب أن نؤكد بأن هذه اللائحة هي واحد الوسيلة استثنائية اضطرينا للتجأ لها، لأنه مازال المسلسل الانتخابي فيه هشاشة وفيه ضعف وما عندوش قدرة ذاتية أنه يعبر على الحقيقة ديال المجتمع المغربي وعلى تمثيل وإدماج وإشراك مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية. لهذا اضطرينا للاستثناء مع النساء باش نضمنوا المشاركة النسائية ونضمنوا حد أدنى من الشروط ديال المساواة في المسلسل الانتخابي وفي المؤسسات المنتخبة. نفس الشيء بالنسبة للشباب، ومسألة ديال الشباب اللائحة كتاخذ الأهمية ديالها أن اليوم أكبر تحدي مطروع علينا هو تعبئة الشباب المغربي، إدماج الشباب المغربي، تقوية الثقة ديال الشباب المغربي بالمؤسسات وبالعمل السياسي، مشاركة السياسية ديال الشباب المغربي. واللائحة هي مجرد وسيلة وإحدى الآليات ديال أننا نقويو فعلا تحفيز الشباب والتعبئة ديالته والمشاركة دياله، وكذلك حضور قضايا الشباب وحقوق الشباب في النقاش الانتخابي. من هنا الأهمية ديال اللائحة، هي اللائحة مجرد وسيلة. إلا بغيت نرجع أولا المبادرة ديال المنظمات الشبابية الحزبية، هي مبادرة جيدة وكتأكد بأن تميز المنظمات الشبابية الحزبية واليقظة ديالها. بطبيعة الحال حنا كننتظروا من المنظمات الشبابية الحزبية يمشيوا أبعد من الدفاع على اللائحة، يدافعوا عن المشاركة الشبابية، يقودوا مسلسل مشترك لتعبئة المشاركة الشبابية، تقييم المسلسل السياسي ومدى وفائه بحقوق ومصالح الشباب. بالنسبة للسيد رئيس الحكومة كنوهوا بالتجاوب ديالهم على المنظمات الشبابية، ولكن كذلك منتظر منه هو كمسؤول سياسي على الانتخابات ومشرف سياسي عليها أنه يقوي الضمانات والوسائل والآليات ديال ديمقراطية الانتخابات ديال المشاركة المجتمعية وتقوية الطابع والهوية السياسية ديال الانتخابات كمجال التداول في السياسات العمومية وفي المقترحات ديال الأحزاب السياسية لتدبير السلطة التشريعية والتنفيذية. دائما في إطار التدبير كما ذكرت أستاذ عبد العالي، إذا في نظرك ما السبيل إلى يعني إشراك الشباب في المؤسسات المنتخبة، خصوصا وأن شبيبات الأحزاب السياسية لا تعبر بالضرورة يعني على انشغالات الشباب؟ لا، هي لا تعبر على كل انشغالات، ولكن الأحزاب السياسية هي التي تترشح وهي اللي كتكون في البرلمان وهي اللي كتكون في الحكومه، وبالتالي هي اللي كتدبر المؤسسات التشريعيه والمؤسسات التنفيذيه والجماعات الترابيه. هذه المساله خص ينتبهوا لها المواطنات والمواطنين. اليوم الدستور المغربي كيمنح للاحزاب في ظل القواعد وشروط ديمقراطيه ودستوريه وقانونيه ان هي اللي كتدبر الشان العام.
المسألة الثانية الإشراك ديال الشباب اليوم أنا كما كنقول هو التحدي الكبير. المسلسل الديمقراطي في المغرب اللي مبذول فيه مجهود قوي وجيد، المسلسل التنموي اللي مبذول فيه قوي مجهود قوي في داخل المغرب، كل المجهودات اللي بذل المغرب من اجل التصحيح والاصلاح وتقويه النموذج التنموي والنموذج الديمقراطي المغربي، اكبر نقطه ضعف دياله هو عدم قدرته على تعبئه واشراك وادماج الشباب. واليوم يجب ان تكون النقطه الاولى في جدول اعمال الانتخابات المقبله هو كيفاش انها تكون مناسبه للمصالحه مع الشباب، لتعبئه الشباب، للمشاركه ديال الشباب، ولانه قضايا الشباب وحقوق الشباب الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والسياسيه تكون اولى اولويات البرامج الانتخابيه والنقاش الانتخابي. ولهذا بغيت نعاود ناكد بان اللائحه هي مجرد اليه من الاليات اللي كتمكننا نقويو الديناميه ديال الشباب والحضور الشباب في هذه المحطه الانتخابيه، واللي هي اساسيه وحاسمه في تقويه علاقه المجتمع المغربي بالمؤسسات السياسيه والثقه ديالو فيه، ثم تقويه الهويه والمضامين والمعايير والقدرات السياسيه ديال المؤسسات الدستوريه سواء كانت برلمان وحكومه، باش انها تعطينا سياسه عموميه وبالتالي خدمات عموميه ناجعه تكبي المطالب اليوميه ديال المواطنات والمواطنين واساسا الشباب. استاذ عبد العالي مستور، دعني اعود بك قليلا الى الوراء. موضوع الشباب يطرح دائما مساله تجديد النخب السياسيه، كيف تنظرون الى مكانه الشباب يعني داخل المشهد السياسي ودورهم في تحريك عجلة السياسة داخل الأحزاب؟ هذه النقطة ديال تجديد النخب ما يمكنش تعالج إلا ما رجعناش العمل السياسي والمؤسسات السياسية المعايير والهوية ديال الأساسية. للأسف الشديد أن هناك قوى في المغرب ومصالح في المغرب بعد ما عجزات أنها تصدى المسار ديال الإصلاحات الديمقراطية، الآن كتحاول تضعف وتشوش وتسيء وتحرف المضامين السياسية ديال المؤسسات. لأن اللي غيمكن الشباب النخب تجدد هو تجديد السياسة في المغرب وتجديد المؤسسات السياسية وتجديد صلاحيات الأدوار ديالها. كيف ذلك؟ اليوم المغرب كيف ذلك؟ اليوم المغرب اليوم دار دستور جديد، اليوم الانتخابات هي أساس التمثيل الديمقراطي، اليوم الحكومة المغربية عندها صلاحيات والبرلمان عنده صلاحيات، ما بقى عند حق حتى شي قوى سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية مهما كان موقعها في الدولة أو المجتمع أنها تبقى تجر القرار العمومي والنقاش العمومي والقرار الاقتصادي والاجتماعي خارج المؤسسات وخارج الحقل السياسي. فلا بغينا نجدوا النخب، خصنا نقويوا الحياة السياسية، نقويوا المؤسسات السياسية، نقويوا الطابع السياسي والمضمون السياسي ديال الانتخابات، ثم كذلك يجب أننا نقويوا المشاركة ديال الشباب في مواقع القرار ونقويوا السياسات العمومية الشبابية. الشباب باغي يشارك حاضر، ما نعاودوش نرجعوا للدرس ديال 2011 في العالم العربي كله اللي أسقط أطروحة ووهم وزيف أن الشباب ما كيبغيش يشارك وما بقيش حضار وما عندوش مضامين سياسية وما عندوش رؤية سياسية. إلا الشباب باغي يشارك اللي ما كاينش هو مجالات المشاركة، ما كاينش تقوية الطابع السياسي ديال المؤسسات السياسية. هذا مسلسل بدا المغرب بدا فيه مجهود كبير، والعنصر الأساسي والرافعة الأساسية ديال تقوية هذا المسلسل والتوطيد ديالو كما قلت هو تمكين المشاركة الشبابية كما قلتي، تقوية تمكين تجديد النخب. ولكن راه تجديد النخب ما كتعنيش تجديد الأشخاص ولا تجديد الأعمار، كتعني أننا نخرجوا من المنطق التقليدي المحافظ ديال العمل السياسي إلى المنطق الديمقراطي السياسي الحديث اللي فيه السلطة عند المؤسسات، فيه المجال السياسي والمجال الانتخابي ومجال تداول المصالح، مجال التنافس ما بين الأطروحات وما بين المقترحات أمام الشعب المغربي اللي كيقرر أشنا هي الأطروحة أو البرنامج أو الاجتهاد أو المقترح اللي كيتفاعل مع المطالب ديالو وكيدعمو انتخابيا وكيبقى مواكبه في واحد الولاية. أستاذ عبد العالي مستور، لو سمحت في 20 ثانية، كيف ترى مستقبل مشاركة الشباب في المشهد السياسي المغربي بعجالة لو سمحت؟ بكل صدق أنا من الناس اللي عندهم تخوف وكيخافوا مرة أخرى أننا ندخلوا الولايات السياسية الثانية بعد إصلاح دستوري عميق، بعد جهود ديمقراطية وتنموية قوية، وما نكونوش استطعنا نسترجعوا الثقة ديال الشباب ونقويوا الثقة والاندماج. هذه المسألة خصني تعبأ لها الجميع. شكرا. كنا مسؤولين اليوم على مشاركة الشباب. شكرا لك عبد العالي مستور رئيس منتدى المواطنة، كنت معنا عبر الهاتف من الدار البيضاء، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا.